بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة قسم تقنيات المعلوماتية، أرحب بكم مجددا في محاضرة من محاضرات مادة التصميم المنطقي. ومحاضرتنا لهذا اليوم هي تتمحور حول موضوع دوائر المنطق الائتلافي. وبالبداية حناخذ ما يسمى دوائر الجمع النصفي. الدوائر اللي حناخذها اليوم لها علاقة بعملية جمع الأعداد. أخذنا فيما مضى عملية جمع الأعداد الثنائية وأنجزنا عديد من العمليات والأمثلة اللي تخص عملية الجمع، وحتى أيضا بالامتحان كان هذا جزء من المواضيع اللي كانت داخلة في امتحاننا للفصل الدراسي الأول. احنا تعلمنا في المحاضرة السابقة أو المحاضرات السابقة الخاصة بعملية جمع الأعداد الثنائية عدد من الملاحظات، راح نحاول نعرج عليها اليوم حتى نفهم ماهية هذه الأمور وما هي علاقة عملية الجمع اللي أخذناها سابقا بموضوعنا لهذا اليوم. سابقا أخذنا العمليات الجمع التالية اللي حناخذها الآن بالأمثلة. على سبيل المثال كانت عندي الاحتمالات التالية: إذا أريد أجمع عددين ضمن بتين، يعني إذا كانت عندي أريد أجمع العدد A زائدا B. من المتعارف عليه وذكرنا احنا بكثير من المحاضرات وتقريبا كل المحاضرات اللي احنا دائما نناقشها في هذا الموضوع، كنا نتكلم عن موضوع انه الاي والبي هنا عبارة عن كل عنصر من هذه العناصر يحتوي على قيمتين، يا اما 0 or 1، وكذلك البي ايضا يا اما 0 or 1. هذا اخذنا سابقا. اذا ما هي الاحتمالات اللي انا عندما اريد اجمع الاي مع البي؟ وهنا عندي اني 2 bits، يعني بت مع بت. بت هو يا اما صفر او واحد، فاذا هنا دا اتعامل مع عمليه جمع ضمن يعني فقط 2 bits، اثنين من البتات. فاذا اريد اني اجمع او ادي عمليه الجمع، راح تواجهني الاحتمالات التاليه. ممكن كانت تواجهني صفر مع الصفر، طبعا عملية جمع، وبالإمكان أيضا واجهني صفر مع واحد، أيضا عملية جمع، واحد مع الصفر والعملية جمع، وممكن كان يواجهني واحد مع الواحد والعملية جمع. هذه العمليات كلها احنا اللي أخذناها. فلو كانت عندي هذه الاحتمالات، كنا عندما نجمع الصفر مع الصفر كنا نتكلم عن موضوع نقول صفر وما يبقى شيء عندي، وعندما نجمع الصفر مع الواحد يكون عندي واحد، وعندما يجمع عندي الواحد مع الصفر أيضا تكون الناتج واحد. ولكن إن كانت عندي حالة معينة أنه عندما أجمع الواحد مع الواحد، طبعا هي اثنين هذا بالنظام العشري، ولكن بالنظام الثنائي ما عندي رمز اثنين، عندي الرمز صفر واحد. وتطرقنا لهذا الموضوع مسبقا انه قلنا كأنما يعني ينزل عندي صفر واكو هنا عندي واحد باليد، وهذا كنا نسميه الكاري اللي هو الحمل. بعد ما كنا نجمع كنا نلاحظ انه هذه تكون عندي بهذا الشكل. هذا عندما يكون عندي اثنين بت اعزائي، فاني بطبيعة الحال راح أواجه هاي الحالة عندما تكون عندي 2 بت فقط. الحالات الأخرى طبيعية، عندما تكون عندي صفر، عندما تكون عندي واحد، وعندما تكون عندي واحد، هذه كلش طبيعية. فقط عندي الحالة الشاذة تعتبر عندي عندما يكون عندي واحد زائدا واحد. زين، بهذا المنطلق إحنا ممكن نعمل جدول حقيقة، جدول حقيقة لهذا الموضوع حتى نفهم هذا الموضوع. ليش؟ لأن موضوعنا لهذا اليوم اللي هو حتى أجمع أني عددياً من يعني 2 bits فقط، راح أستخدم يسموها دوائر الجمع النصفي الـ half adder. هاي فقط تجمع لي 2 bits، فقط بتين. عندما تكون عندك بهذا الشكل تستخدم دوائر منطقية لجمع هذا العددين. إحنا سابقاً كنا نجمع الأعداد اللي إحنا بإيدينا نشتغلها، أما حالياً فراح نجمع الأعداد باستخدام شنو؟ باستخدام دوائر. يعني أصمم دائرة منطقية لجمع عددين، دائرة منطقية لجمع عددين. سابقا كنا نجمع يدويا، الآن كيف أصمم دائرة إلكترونية أو دائرة منطقية لعملية جمع عددين؟ فبهذه الحالة حنحتاج
احنا الجدول الحقيقة. نعم عزيز الطالب، الآن هنا أمامك جدول الحقيقة، هذا جدول الحقيقة اللي نشوف فيه اللي هي مدخلات عندي A مع البي مع مجموع العددين وما هي القيمة اللي تتحمل. وبطبيعة الحال احنا تعلمنا كيف نعمل جدول الحقيقة لعددين فقط، اللي هم عندي 0 مع 0، 0 مع 1، 1 مع 0، 1 مع 1. هنا أنا إذا أريد أنفذ عملية الجمع وأسوي دائرة تجمع هاي العددين، فعملية الجمع إيش راح تكون عندي؟ الصفر زائد صفر حيكون عندي صفر، والكاريش قد صفر، ما عندي أنا هنا تحميل، ما عندي عنصر باليد. الصفر زائد واحد يكون الناتج واحد، ويكون الكاري صفر. الواحد زائد صفر تكون الناتج واحد، والكاري أيضا صفر. الواحد زائد واحد حيكون عندي صفر واحد، يعني المجموع صفر والمحمل واحد، واحد باليد. فقط عندي الحالة الأخيرة هي حالة تعتبر يعني شاذة عن الباقيات، أو تختلف، خلينا نسميها اختلاف عن الباقيات وليس شذوذ. هنا اللي أمامي دا أشوفه، أحاول أستنتج عدد من الطرق، لو ردت هذه أكتب بها معادلة معينة، أو ردت أني أشتغل عليها. طبعا هو دائما إحنا في كثير من الأحيان عملية كتابة المعادلات أو الدوائر المنطقية كانت تعتمد على منطق الـ Sum of Products، كنا دائما نشتغل على هالشيء اللي هو يعتمد على شنو Sum of Product؟ يعتمد على النتائج عندما تكون عندي واحد، عندما تكون عندنا نواتج واحد. وين الآن تكون عندنا نواتج واحد؟ لو تلاحظ عزيز الطالب عندي هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، فقط هذه النواتج، الباقي صفر. بالنسبة للسم، انتبه عزيز الطالب أكو ملاحظة جدا مهمة هنا بالنسبة للسم، يعني لهذا العمود، لاحظ متى أنا حصلت على الصفر ومتى حصلت على الواحد. حصلت على الصفر عندما تكون عندي صفر مع الصفر، وعندما تكون عندي واحد مع الواحد. إذن من هذا المنطلق أقدر أستنتج في شيء معين، إنه أنا حصلت على الصفر عندما تكون المدخلات متماثلة، المدخلات متكافئة، حصل على الصفر. وحصل على الواحد عندما تكون المدخلات غير متكافئة، غير متماثلة. هذا ما يذكرنا بشيء عزيز الطالب، هذا يرجعنا يعني هنا أنا حصلت الواحد فقط في هذه الحالتين، عندما تكون المدخلات مختلفة. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أنه أنا في هذه الحالة أو في هذا الجزء أنا دا أتعامل مع الـ A زائدا الـ B. طبعا هذا زائد شنو معناته؟ معناته X OR، دالة OR الاستثنائية. ولو أراجع شوية المعلومات السابقة عندي، ولو ترجع للدوائر المنطقية السابقة، راح تلقى الـ X OR تعطيني واحد عندما تكون المدخلات مختلفة، وتعطيني صفر عندما تكون المدخلات متشابهة. زين، هذا بالنسبة للسم، هذا أشتغل أنا على السم. بالنسبة للكري، الكري اللي هو هذا الجزء، متى أنا حصلت على الواحد؟ حصلت على الواحد عندما كانت الـ A والـ B، عندما كانت الـ A والـ B، شوية ألونها، عندما كانت عندي الـ A والـ B واحد. حاب أتذكرك بشيء أيضا عزيز الطالب، لو تركز بيها شوية وتتأمل راح تلقى أنه هنا أنا عندي كأنما بوابة AND، AND تعطيني واحد عندما تكون المدخلات فقط واحد. إذا هذه الدائرة، دائرة الجمع النصفي، ممكن نمثلها ببوابتين منطقيات. هذه البوابتين هي بوابة XOR وبوابة الAND، وعلى هذا الأساس ممكن تمثيل هذه الجدول الحقيقة بالبوابات التالية. عندي بوابة XOR، هذه بوابة XOR اللي هي تكون عادة مثل الأور. أول شيء نحط الهلال، أوكي، ونخلي جو مقابلها بهذا الشكل، وعندي مدخلات A و B، هذه الـ A وهذه الـ B. زين، هذه الـ A وهذه الـ B.
وهذه الدائرة اللي هي الـ XOR حتنطيني الـ S اللي هو الـ Sum، وهناك دائرة أخرى اللي هي الـ AND حتجمع لي، عفواً حتجمع لي الـ A مع الـ B مثل ما نشوف، هذا الـ A وهذا الـ B أيضاً، عندما ينجمعون مع بعضهم حينطوني الـ C اللي هو الكاري. وبطبيعة الحال إذن ممكن أنه نمثل دوائر المنطق الائتلافي بالشكل التالي، اللي هي دائرة الجامع النصفي بهذا الشكل، على شكل مربع. طبعا هذه السم اوف برودكت خلي امسحها تستوي لنا اشكالية مربع زين، وتدخل بها الاي وتدخل بها البي ويخرج منها الاس ويخرج منها السي. هذه نسميها half adder اللي هي دائرة الجمع النصفي. إذن دائرة الجمع النصفي يمكن تمثيلها بالشكل التالي اللي هي يرسم بهذا الشكل، ما ترسم هذا الشكل اللي هو الشكل الأساسي مالتها، عبارة عن دائرة منطقية لها مدخلين ومخرجين هنا عندي. وبطريقة الدائرة الإلكترونية نقدر احنا نعبر عنها بالشكل التالي، هذه هي دائرة الجمع النصفي. وملاحظة لك عزيز الطالب انه دائرة الجمع النصفي تستخدم فقط، احنا ذكرنا في حالة التو بيتس، يعني عندما اجمع عدد مع عدد اخر، يعني صفر 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 مع الواحد، واحد مع الصفر، واحد مع الواحد، يعني مو عندما اجمع ثلاث عناصر او اكثر لها ترتيب معين ولها شرح معين سيأتي ذكره لاحقا. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى موضوع آخر اللي هو موضوع تكملة الموضوع السابق اللي نشرح به. نأخذ الآن دوائر الجمع الكلي، يسموها الفول آدر، دوائر الجمع الكلي. وأعيد ملاحظة بالنسبة للموضوع السابق اللي هو دوائر الجمع النصفي اللي هو الهالف آدر، تستخدم لجمع عددين فقط، أما دوائر الجمع الكلي تستخدم لجمع ثلاثة أعداد. يعني بالدوائر الجمع النصفي ما نقدر نجمع أكثر من عددين 2 bits، هنا لا 3 bits نجمع ثلاثة أعداد. ولو ردنا نرسم شكلها دائرة الجمع الكلي، تكون بالشكل التالي عزيزي الطالب، تكون لها ثلاثة مداخل، تكون لها الـ A وتكون لها الـ B وتكون C input، يعني C in يعني C input مو C، لأنه المخرجات مالتها راح تكون عندي الـ S وراح تكون عندي الـ C اللي هي الـ carry، وهذه نسميها احنا full adder. ليش سميناها C in؟ حتى لا يتشابه مع C اللي هي الـ carry مالتها، اللي هو عفوا اللي هو على علامة التحميل. بهذا الـ 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 يعني بهذا النطاق لازم احنا ممكن نستخدم الجدول الحقيقة لثلاث مدخلات حتى نجري عملية الجمع، او حتى نصمم دائرة منطقية ودائرة الكترونية تقوم بعملية جمع ثلاثة اعداد. احنا سابقا تعلمنا نجمع عددين، لهسه راح نتعلم نجمع ثلاثة اعداد. لجمع ثلاثة أعداد نحتاج جدول الحقيقة التالي اللي هو احنا سابقا ماخذي ونعيده في أغلب المحاضرات اللي احنا أخذناها. عندنا قلنا انه حيكون عندنا اوكي 4 وبعدين 2. هذا الموضوع أشبعناه شرحا سابقا. وناخذ ال سي ان اللي هي 0 1 الى نهايه الجدول. طبعا هذه كلها مو عشوائيه، احنا سابقا ذكرناها، يعني لو ردت تتاكد من هاي الامور راح يساوي لك العدد 0، هذا 1 2 3
قلناها سابقا هذه كل هالأمور، لأنه احنا عندنا 3 مدخلات، إذن 2 أس 3 مرفوع على القوة 3 تساوي 8 احتمالات، ومثل ما قلنا يعني الأعداد من 0 إلى 7 هذه سابقا ذكرناها ونذكرها في كثير من المحاضرات. نجي الآن نجري عملية الجمع، كيف نصمم جدول حقيقة لجمع هذه الأعداد 3؟ 0 زائد 0 زائد 0 يعني عملية جمع، هذه عملية جمع راح تكون عندي الناتج أكيد 0. 0 زائد 0 زائد 1 طبعا أنت من تنظر إلى الأصفار لا تحسبها بعد، ما في داعي، فقط الوحدات. هنا عندي عفوا 0 والباقي حيكون عندي 0، حيكون عندي 1 والباقي راح يكون 0 اللي هو الكاري مارك، اللي هي العلامة اللي راح نحملها أو الكاري. 0 بـ0 0 بـ1 بـ0 أيضا راح يكون عندي 1، و الإضافة أو التجميع أو المحمل يكون عندي أيضا 0. 1 0 زائد 1 زائد 1 يعني معناته 1 زائد 1 اللي هي 2 اللي هي 0 1، 1 زائد 0 زائد 0 يكون عندي 1 والباقي 0، وهنا أيضا 2 اللي هي 0 والباقي 1، وهنا أيضا 2 اللي هي 0 والباقي 1، وهنا هذه حالة خاصة. هنا عندنا بالنسبة إذا عندما تكون عندي 3 مدخلات راح تكون عندي 3، يعني الناتج 3 راح تكون عندي 1 1، وهذه عزيزي الطالب احنا أخذناها بعملية الجمع سابقا. إذا ما فهمت تقدر ترجع لفيديوهات عملية الجمع أو لبداية المحاضرات مالتنا، راح تقدر تتعلم هذا الموضوع اللي هو جمع الأعداد الثنائية. بهذا الشكل احنا صممنا جدول الحقيقة لجمع 3 أعداد، هنا 3 أعداد تمت عملية جمعهم. نرجع وبالاعتماد على مبدأ الـ Sum of Products SOP أيضا نركز عليه، من نركز فقط على الواحد، المخرجات تكون عندي 1 هنا عندي بهذا الشكل فقط، اللي هي مخرجاتها 1، اللي مخرجات 0 أنا ما أنظر لها، هذه أخذناها بالـ Sum of Products. والجيد في موضوع التصميم المنطقي عزيزي الطالب، أنت إذا موضوع فهمته وإذا متواصل بعملية الشرح من بداية المادة العلمية اللي إحنا أخذناها ولحد هذا اليوم، حتشوف أن هنالك ترابط بالموضوع وهنالك عملية إعادة لأغلب المفاهيم. لذلك فهم الموضوع هذا أو فهم المواضيع السابقة يعتمد عليها فهم المواضيع اللاحقة. كل شيء تفهمه أنت سابقا راح تشوف أن الموضوع تقريبا كثير من المواضيع يتم إعادتها. الآن نبدي، احنا عندنا بالحقيقة معادلتين، معادلة للسم ومعادلة للكاري، معادلة للسم ومعادلة للكاري. نبدأ بمعادلة السم اللي هو الاس. بطريقة الاس او بي راح نشوف اني كم حد عندي هو 1 بالاس. عندي هنا 1 2 3 وهذه 4 حدود. فاحنا شنو اللي نسويه هنا؟ انا عندنا نقول نخلي 4 حدود A والB والC N، 4 حدود نخلي A B C N زائد A B C N زائد A أربع حدود، وبعدين أوضع الإشارات، أوضع الإشارات اللي هي الكومبلمنت وغير الكومبلمنت. طبعا هاي العملية أيضا نقدر نسويها بالهالف أدر، لكن الهالف أدر مبسط أكثر يعني، فما يحتاج نشرح هذا الموضوع كله. ممكن من النظر إلى الجدول نعرف أنه كانت إني إكس أور. الآن نوضع الإشارات، والإشارات بالسم أوف برودكت إذا كان العدد 0 تكون complement، وإذا كان 1 يعني طبيعي. فلو أنظر بالبداية أحط هسه complement على كل عنصر، أجي على هذا العنصر عندي 0، الـ A والـ B اثنيناتهم complement A والـ B. العدد اللي بعده عندي الـ A والـ C input أيضا complement، الـ A والـ C input complement. الواحد اللي بعده عندي الـ B والـ C input هي complement، عندي الـ B C input هي complement. اللي بعده عندي الطبيعي، كلهم طبيعي بدون input فيصيرون طبيعيين.
بدون أصفار. زين، هذه معادلة الأس. معادلة الأس عزيزي الطالب ما نقدر نشتغل عليها بهذه الطريقة، وأخذنا أمور سابقة وطرق سابقة لتبسيط معادلات السم أو برودكت حتى نبسطها. فأنت أمام خيارين هنا، يا إما تستخدم الجبر البولياني بولين الجبر والقواعد القوانين اللي أخذناها بالجبر البولياني وتوصل إلى حل أمثل تبسيط بهذه المعادلة، أو تستخدم مخططات كارنوف لحل هذا الموضوع، ترسم خرائط كارنوف وتوجد أيضا الحل الأمثل. ولكن إحنا هذا الموضوع ما نريد نعيده، وما نريد نعيد عملية الاختصار مشروحة سابقا موجودة عندك عزيز طالب الملازم، وفي فيديوهات سابقة إحنا شارحين الجبر البولياني وشارحين كل هذه الخطوات وشارحين مخططات كارنوف. من غير المنطقي أنه نطيل بالفيديوهات حتى نشرح مواضيع سابقة، يعني إحنا من غير المنطقي أنه نرجع نشرح الجامع من جديد ونشرح عملية السم أوف برودكت من جديد ونشرح تكوين المعادلات من جديد ونرجع نخلي الكومبلمنت وغيره. هذه لو كلها نريد نشرحها الفيديو راح يصير ساعة ونص ساعتين وبدون فائدة، لأنه عملية إعادة لما سبق. فهذه إذا اختصرناها راح نعطيك فقط الخلاصة لها عزيز الطالب. الخلاصة لهذه المعادلة سم أوف برودكت بعد ما تختصرها أنت حتكون عندك بالنهاية الاس حيساوي لنا الاي البي اكس اور البي اكس اور سي انبوت. هذا راح يكون عندك المعادلة الخاصة بالاس اللي هي السم اي اكس اور البي X or C. وراح نرجع طبعا لاحقا نكتب الـ أو نرسم البوابة الخاصة بها. نأتي الآن إلى إيجاد معادلة الكاري اللي هو C، وبالنظر إلى جدول الحقيقة، وأيضا راح نعتمد على مبدأ السام أوف برودكت. ليش أعتمد على مبدأ السام أوف برودكت؟ حتى يكون عندي الصفر هو كومبليمنت والواحد هو الطبيعي. زين، نجي على السي. ناخذ اول واحد اللي هو هذا. عندي شنو هنا؟ عندي الاي او كم حد اشوف كم حد عندي بالبدايه، 2 3 4 4 حدود. اذا نفس المبدا اللي كنا بيه احنا سابقا، نفس المبدا اللي كنا بيه سابقا. اللي نعمله شنو؟ نكتب اي بي سي انبوت زائدا اي بي سي انبوت زائد اي اربع حدود، ونرجع نوضع الكومبلمنتس على كل وحده. نجي على الاولى، ناتي على الاولى عندنا فقط الاي كومبلمنت، بتصير الاي كومبلمنت. ناتي على هذه الثانيه عندي البي هي كومبلمنت، ناتي على الثالثه عندي السي ان هي كومبلمنت، وناتي على الرابعه ما موجود عندي اي عدد كومبلمنت. ممكن ايضا ترجع عزيزي الطالب للفيديوهات الخاصه بالسم اوف برودكتس والبرودكت اوف سم حتى تفهم كيفيه استخراج المعادله من جداول الحقيقه. ايضا عزيزي الطالب هذه المعادله تحتاج الى اختصار، وبامكانك استخدام الجبر البولياني بولين الجبرا، او بامكانك ان تستخدم مخططات كارنوف لايجاد يعني أبسط صيغة لهذه العمود اللي هو الكاري مارك. ولكن حتى تستخدم البولين الجبرة أو تستخدم الكارنوف أيضا ما راح أعيد شرحه لأنه موجود في فيديوهات سابقة، ممكن ترجع لعزيز الطالب، راح تكون عندك صيغة نهائية. صيغة الكاري النهائية راح تكون بالشكل التالي، يساوي لنا أي أكس أور البي، شوية اكتبها بشكل اوضح، اكس اور البي مضروبة في سي انبوت زائدا اي في البي. طبعا هذه اذا انت استخدمت عزيزي الطالب
طرق الاختصار اللي احنا اشتغلنا عليها سابقا راح توصل الى هذه النتيجة بالتأكيد اذا اشتغلت صح على هذا الموضوع، وهذا شيء موجود ايضا عندك. الان عندي معادلتين، عندي هذه معادلة، هذه معادلة، وهذه معادلة. كيف نرسمهم؟ كيف نرسمهم؟ نجي للمعادلة الأولى اللي هي الأس. الأس هو الأي والبي والسي كلهم مجموعين في دالة إكس أور أو في بوابة إكس أور. فعندنا نرسم بوابة إكس أور. أي مع البي مع السي إنبوت. وبالنهاية حيطلع لي من هذولي، حيطلع لي الأس. الدائرة الأخرى بها شوية شغل، الجزء الآخر من الدائرة بها شغل. إيش عندي هنا؟ هذا تعلمناه سابقا في عملية رسم البوابات المنطقية، وأيضا تقدر ترجع للفيديوهات الخاصة بعملية رسم البوابات المنطقية أيضا موجودة ومشروحة سابقا. عندنا أولا الـ A والـ B مرتبطين مع بعضهم بدائرة هي الـ XOR. فإذا عندي دائرة أخرى XOR، دائرة أخرى XOR مرتبطين بها الـ A والـ B. طبعا عزيزي الطالب ممكن تسحب الـ A والـ B من أعلى، ممكن تسحبها من أعلى، أو ممكن يعني للتبسيط وأنت ترسم حاليا ممكن تقول هنا A والبي عادي، يعني ترهم الشغلتين لأنه حنا نرسم ده على ورق، وممكن لأغراض الامتحان ممكن تستخدم هذا الأسلوب. يعني مو إلا تسحب من الأعلى، يعني مو إلا تستخدم هذا الأسلوب اللي هو مثلا أي بهذا الشكل تسحبه، مو شرط، ممكن تستخدم هذا الأسلوب. زين، هذه الدائرة ما كملت لحد الآن، هذه أنا فقط هذه. زين، السي إنبوت أيضا مرتبطة مع هذه الدائرة ببوابة آند، ببوابة AND. ف توجد عندي اكو بوابة هنا، بوابة AND مرتبطة بها C input. ف C input مع هذا الجزء مرتبط ببوابة AND. تمام، عندي بعد هذا الجزء كله، هذا الجزء كله اللي احنا رسمناه مرتبط مع هذا الجزء الـ A والـ B عن طريق بوابة OR. فأيضا أربط لازم أني الـ A والـ B، لأن بوابة AND تربط لي A مع B. هذه عزيزي الطالب، هذه الـ A والـ B مرتبطين ببوابة AND. الدائرتين اللي هو هذا الجزء مع هذا الجزء، بوابتين الـ AND اللي هي موجودة تكون مرتبطة مع بعضهم عن طريق بوابة OR. هنا حيطلع عندي C. إذن للدائرة المنطقية المسؤولة عن جمع ثلاثة أعداد نقدر نحن نستخدم الدائرة التالية اللي نشوفها أمامكم، اللي هي عبارة عن بالحق دائرتين منطقيتين، دائرتين إلكترونيتين، دائرة توجد لي السم والدائرة الأخرى توجد لي الكاري. هذا الموضوع أعزائي يخص جمع عددي ويخص جمع ثلاثة أعداد. الرجاء يعني مراجعة هذا الموضوع والإشارة إلى الفيديوهات السابقة والانتباه لعمليات التحويل الخاصة بهذا الموضوع. وكل ما تم شرحه اليوم هو عملية إعادة للأمور السابقة اللي احنا أخذناها في المحاضرات السابقة. إذن اليوم أعزائي الطلبة أخذنا دوائر الجمع النصفي، حتى نراجع شوية. دوائر الجمع النصفي كنا هي عبارة عن دائرة تجمع لي يعني 2 bits، والجدول الحقيقي راح يكون لها بهذا الشكل. شكل الدائرة هذا الرسم يكون شكلها، والدوائر الإلكترونية الخاصة بهذا الموضوع تكون بهذا الشكل، هذه لجمع عددين فقط. بعدها أخذنا دوائر يسموها دوائر الجمع الكلي اللي هي تستخدم لجمع ثلاثة أعداد. رسمنا الجدول الحقيقي لثلاثة مدخلات، ومن ثم أوجدنا الناتج الجمع وناتج الكاري، يعني الجمع والإضافة اللي راح تبقى
اللاحقة اللي تلحق بالعدد اللي بعدها، لأن هذا الموضوع أنا ما أقدر أشتغله بالدائرة المنطقية السابقة اللي هي النصفي تسمى فول أدر. فعندي 3 مدخلات ومخرجين أيضا السم والكاري مارك. نوجد معادلتين، معادلة السم ومعادلة الكاري مارك. السم حتكون ناتجها عبارة عن إكس أور يجمع لي 3 المتغيرات يجمعها بالإكس أور، والكاري حيكون عبارة عن عدد من البوابات المنطقية مثل ما نلاحظ هنا. نحن عندنا تمت عملية رسم الدائرة الإلكترونية. أتمنى أعزائي الطلبة أن تكون المحاضرة واضحة وسهلة، ونلتقي إن شاء الله في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا.